السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدا في الحلقه زي ما عودناكم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت جديد واول مره تشوف قناتنا فتنزل تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بفيديو بننزله. لو كنت جديد او قديم ما تبخلش علينا باللايك، لان اللايك كتير بيخلي اليوتيوب يرشح فيديوهاتنا للناس المشتركه واللي مش مشتركه وشير للحلقه. حلقه النهارده هتكلم فيها عن خبرين. الخبر الاول هو ان الاهلي قرر استغناء عن وليد ازارو، فعلا خبر انا زعلان عليه جدا جدا. والخبر الثاني تعاقد الاهلي مع لاعب سنغالي اسمه اليو بادجي. يلا بينا نخش على الحلقه نتكلم عن الاثنين لعيبه الاهلي قرر استغناء عن وليد ازارو واللعيب الجديد اللي جه الاهلي. يلا بينا نتكلم. بداية لو هتكلم عن قرار استغناء الاهلي عن وليد ازارو فانا حزين جدا جدا للقرار ده. طيب وليد ازارو لعب 89 لقاء، ساهم جاب 41 هدف، يعني النسبة برضو تعتبر نص كل ماتش نص هدف، ده بالمعدل ده. واكيد هو ساهم في اسيستات وعمل اسيستات. وليد ازارو كانت مشكلته مع الاهلي ومعانا ان هو بيضيع فرص كتيره. وليد ازارو لو بيستغل الفرص اللي بتجيبه كان زمانه في 89 مباراه دي جايب 140 جول مثلا، بجد بجد والله، يعني انا مش ببالغ. وليد ازارو ضيع اهداف، يعني اهداف بالجمله. دي كانت مشكله وليد ازارو معانا كجمهور الاهلي ومع الجهاز الفني للاهلي. بس انا برضو حزين وليد ازارو، تعرفين كده يعني بقاله سنتين وشويه، فيعني الواحد ما بيحبش، وبالذات لعيب يعني هو لعيب كويس بس الفينش بتاعه مش كويس. وليد ازارو اصبح في نادي دلوقتي، اتمنى سرعه التعاقب مع وليد ازارو يا من الرجاء البيضاوي يا اما من الوداد. يعني اتمنى ان وليد ازارو بما انه هو مغربي، لا عايز الرجاء يتعاقب معاه، ده لاعب بقيمه وليد ازارو، لاعب كبير. اتمنى ان الرجاء او الوداد يتعاقب معاه، لعيب بقيمه وليد ازارو. اه بيضيع اهداف بس دبابه بشريه، وليد سريع. وممكن يكون الاجواء في المغرب متعود عليها مش متعود على الاجواء في مصر. اتمنى ان يا الرجاء يا الوداد يتعاقدوا معاه، الصفقه هتبقى كويسه بالنسبه لهم، صفقه هتضيف للهجوم وخط الهجوم بتاعهم هتضيف. وليد ازارو انا بحبه مع ان كل الفرص كان بيضيعها دي، وكنت دايما في جدال مع اصحابي ان انا بحب وليد ازارو وشايف ان وليد ازارو مهاجم كويس. وفعلا انا النهارده حزين جدا جدا على مغادرة وليد ازارو للنادي الاهلي، وكان نفسي يستمر وهو قرر الاستغناء عنه بسبب برضه ان الاهلي عنده زخم في المهاجمين، اتعاقد مع مهاجم عنده اجاي، عنده مروان محسن، عنده كهربا، عنده يعني عنده اربع خمس مهاجمين، واللعيب اللي جاي ده فاستحالة وجود وليد ازارو مع الاهلي. مع السلامة يا وليد، بنحبك والله وعمرنا ما هننساك، محدش بيخش الاهلي وجمهور الاهلي بيحبه وبينساه، هتفضل في قلوبنا وليد ازارو، هندعمك في اي حتة انت هتروحها، انت كنت واحد من ابنائنا، احنا بنحبك جدا جدا، وعلى الرغم انك مشيت بس هتفضل ذكرى معانا، ومش وهتثبت لك الايام الاهلاويه بيحبوا ازاي اللعيبه اللي بتيجي وبتدي التيشيرت وبتضحي عشان التيشيرت النادي الاهلي. نتكلم بقى على في مهاجمين كتير اطرح اساميهم الفتره اللي فاتت. الاهلي تعاقد رسميا مع اليو بادجي، لعيب عنده 22 سنه، لعيب كان بيلعب في اعتقد كان بيلعب في فرقه يا في اوكرانيا يا في دوريه من الدوريات دي، ما علينا يعني انا مش هتفرق معايا كان بيلعب فين، بس سجله التهديف السنه دي ما كانش جيد. يعني هو احرز 3 اهداف في 16 مباراه او 4 اهداف في 16 مباراه، برده رقم قليل. اه لعيب صغير في السن واداره الاهلي بتدور على الكلام ده، بس احنا كجماهير ليه ما تتعاقدش مع صفقه سوبر؟ ليه ما تجيبش السومه؟ ليه ما تجيبش بغداد بنجاح؟ بجد يعني ليه ما تجيبش لعيبه زي دي؟ هدفع فلوس، بس انت لو بصيت لها من الناحيه الثانيه، تخيل كده انت مثلا لو جبت لعيب زي بغداد بنجاح، بغداد بنجاح او السومه او يوسف اللبليلي، اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها دي،
ودلوقتي جبته بمبلغ كبير وبتدي له فلوس كتير، تألق في الاهلي وجالك عقد اعتراف هتبيعه بضعف ما كنت جايبه. وليد ازارو فتره من الفترات جنيه العرض من الصين ب 9 مليون، الاهلي ما رضاش يبيعه عشان خاف انه يروح الزمالك او تركي الشيخ يجيبه لبيراميدز. ما انتبهته وسبته وفسخت التعاقد معاه ببلاش. طب ليه نجيب لعيب سوبر زي ايفونا جبناه غالي وبعناه غالي، ليه ما نجيبش لعيب يدينا سنه سنتين ويحترف تاني وتكسب فيه؟ ايه اللي فيها؟ مفيش اي مشاكل، بس مش شرط يعني ان اليو بادجي ده مش لعيب كبير او مش اسم معروف. اه لعيب قوي بدنيا سريع بالهيدرز كويس، بس انا عايز لعيب مجربه شايفه الجماهير شايفاه، واحد زي بغداد بنجاح ده في المنتخب ومع استاد باين، واحد زي البلايلي كان في الترجي وكان في اهلي جده باين، واحد زي السومة في اهلي جده باين ومع منتخب سوريا، ده احنا عارفين وعارفين قيمته التهديفيه وعارفين قيمته، ليه ما نجيبش لعيب من النوعيه دي؟ فيعني هنساند اليو بادجي، اليو ديانج برده كان جاي ما كانش اسم كبير ومحدش كان يعرفه، اجاي برده نفس الموضوع، بس كان نفسي في مهاجم سوبر، مهاجم يجيب لنا بطولة افريقيا، مهاجم من انصاف الفرص يحرز. يعني كوليبالي محدش كان اللي بيلعب في النجم دلوقتي، كوليبالي جه لعب كام ماتش بالاهلي احنا زعلنا انه مشى وهرب، بجد زعلنا. بس يعني هندعم اليو بادجي ان شاء الله يكون عند طموحاتنا وان شاء الله يكون لعيب كبير. مش عارفين بقى الفترة الجاية مخبية ايه، هنشوف اللعيب وهنحكم عليه. وبنقول لك يا وليد ازارو في قلبنا، والله في قلبنا مش هننساك طول عمرنا. وفي كلام برضو ان الاهلي عايز يجيب احمد حجازي، بس كلام برضو مش اكيد، لسه مفيش كلام يعني رسمي، هنشوف في الايام اللي جايه، لسه فاضل 15 يوم على غلق باب الانتقالات. وكده اول صفقه لصفقات النادي الاهلي المهاجم اليو بادجي.